أنا عايزة أصل إلى مرحلة القرعة الهيكلية التي أتت بقداسة البابا تواضروس الثاني، وبرضو هسأل هنا أكتر من سؤال، البابا تواضروس الثاني من هو تواضروس الأول؟ كلمة الأول والتاني والأرقام دي اللي هو تكرار للاسم في سلسلة طويلة للآباء البطاركة. أول واحد هو القديس ماري مرقس، ده بنعتبره البطريرك رقم واحد. قديس ماري مرقس جه مصر واستشهد على أرض مدينة الأسكندرية سنة 68 ميلادية، وللسبب ده بيتسمى بابا الأسكندرية. فعلا هو ده السؤال الثاني كنت هسأله فعلا. طب كويس، بابا الإسكندرية. لأن دي المدينة التقليدية اللي أول مدينة قبلت الإيمان بالمسيح، ودي أول مدينة في أفريقيا كلها. ده شيء جميل على فكرة ان احنا نفخر بيه دايما، لا الإسكندرية. هقول لك حاجة أهم كمان، في حاجة تأسيس المسيحية ابتدى بحاجة بنسميها الكراسي الرسولية. يعني مثلا اسكندرية كرسي رسولي، لأن أول واحد فيها كان أحد تلاميذ المسيح، أحد رسل المسيح، فده كرسي رسولي. إحنا عندنا 5 كراسي رسولية في العالم كله: أورشليم، القدس، ايوه أنطاكيا، سوريا، اسكندرية، روما، القسطنطينية. دول 5 كراسي بنسميها الكراسي الرسولية، ودي أول بدايات المسيحية، وده فخر لينا. طبعا وأفريقيا كلها ما فيهاش كرسي رسولي غير اسكندرية فقط. فقط. يعني آسيا فيها أنطاكيا وأورشليم، أوروبا فيها روما والقسطنطينية، لكن أفريقيا أفريقيا أنا بس. فقط هنا. كلمة الكرازة بمعنى الكرازة يعني تقديم اسم المسيح للشخص اللي ما يعرفوش، بيتعرف على المسيح وأعمال المسيح ومعجزات المسيح لشخص ما يعرفوش، فبنستخدم كلمة الكرازة. ومرقص أو المرقصية. مرقصية راجعة للقديس ماري مرقص. أي كلمة مرقص اللي هي مطرقة، معناها مطرقة، اللي هي بتقابل في اللغة العربية كلمة طارق، طارق. جميل.